وزي ما احنا متعودين بنبدا دايما باللي احنا بنصبح على زميلتنا لميا حمدين ونعرف منها اخر اخبار الطقس للناس اللي بتستعد بقى وبتبتدي تنزل شغلها. صباح الخير يا لميا. صباح الخير عليك يا احمد، وصباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. لميا، يعني قبل ما ندخل في تفاصيل الطقس والمرور عاوزين نعرف بتحبي تسافري ازاي، مع العيله مع اصحابك؟ انت هتفهم اللي انا بقوله ده يا احمد. انا سافرت كتير بما اني كنت بغطي حاجات كتير في محافظات مختلفه مع زمايلي في الشغل، فكنا فعلا يعني في وقت البريك ممكن نتفسح في المحافظه اللي احنا فيها، نشوف مكان حلو فيها، فكنت مبسوطه قوي مع زمايلي. لكن لو هخرج خروجه شخصيه احب قوي تبقى مع اهلي، علشان وما عنديش بقى جمانه حته الملل زيك بالظبط، برده مش بمل، لانه بيبقى الهدف عندي اللي حواليا دول يبقوا مبسوطين. يعني هتلاقيني في اي مكان، عارفه اكتر الاماكن اللي الاطفال والولاد صغيرين بيتفسحوا فيها، وما عنديش مانع. يعني برغم ان انا ممكن امل شويه، لكن عندي طوله بال ان انا خلاص اتبسط ما دام هم مبسوطين. يلا احنا نسافر معاكي بقى. تعالي هتتبسطي قوي. طب يلا نعمل رحله يا جماعه. انا موافقه على فكره. بس بعد البرنامج هنعمل رحله على طول. انا موافقه جدا. سندوتشاتكم عليا. بس عشان نعمل الرحله ونستعد ليها قولي لنا الطقس اخباره النهارده. الطقس لسه الحر مكمل معانا، وخلي بالك اغسطس يعني ناجلها شويه لما الدنيا اغسطس دايما بيبقى شديد الحراره قوي. ربنا يستر. بصبح عليكم.